السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مع مادة التربية الدينية الإسلامية، هنتناول مع بعض يا سنة أولى المحور الثالث، كيف يعمل العالم؟ عبادات. النهاردة بإذن الله هنبدأ في درس جديد اسمه نشيد العيد. اسمه إيه؟ نشيد العيد. برافو عليكم، أحسنتم. وإحنا كلنا إن إحنا بنحب العيد وبنستنى إن هو يجيلنا من السنة للسنة. طيب يلا مع بعض بقى يا سنة أولى نقرأ النشيد. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاه، يأتي دوما في ذي الحجة، حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. يلا كده هنقرأه تاني. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاه، يأتي دوما في ذي الحجة، حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. يبقى كده كده احنا قرأنا النشيد بتاعنا. يلا بقى كده نستمع كده لزمايلنا هم. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاه، يأتي دوما في ذي الحجة، حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. أحسنتم، برافو عليك وبارك الله فيك. يبقى هنا بيكلمني يا سنة أولى عن أنهي عيد. إحنا عندنا كم عيد يا سنة أولى؟ عيدين. عيدين اسمهم إيه؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. أحسنتم، يبقى إحنا عندنا عيدين، يبقى المسلمين لهم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب النشيد النهاردة بيتكلم على أنهي عيد؟ عيد الأضحى. عيد الأضحى. طب مين اللي يقول لي كده عيد الأضحى كم يوم؟ أربعة أيام. أربعة أيام. طب بصوا كده نتناول البيت الأول. عيد الأضحى ما أحلى، يعني إيه ما أحلى؟ يعني ما أحلى عيد الأضحى وما أجمل وما أبهى. يبقى هنا النشيد بيقول لي إن ما أجمل عيد الأضحى وما أحلى. طيب بصوا معايا البيت الثاني بيقول لي إيه؟ يأتي دوما في ذي الحجة، يعني إمتى ميعاد عيد الأضحى؟ بيجي في أي ميعاد كده ولا بيجي في شهر معين من شهور السنة الهجرية؟ بيأتي في شهر معين من شهور السنة الهجرية. طب بيأتي في أنهي شهر من شهور السنة الهجرية؟ ذي الحجة. ذي الحجة، أحسنتم. يبقى يأتي عيد الأضحى في شهر ذي الحجة، وكلنا بنحب عيد الأضحى وبنستناه. طيب إحنا بنشوفه إيه مظاهر عيد الأضحى اللي إحنا بنشوفوها كده في الشوارع؟ مين اللي يقول لي إيه مظاهر عيد الأضحى؟ بنشوفه إيه في الشوارع؟ بنشوف قميص الأطفال بيلعبوا، وهدوم جديدة ولبس جديد، وبتشوفوا كمان الخرفان والعجول والذبح. يبقى احنا في عيد الاضحى بنلاقي ان الشوارع مليئه بالايه؟ مليئه بالاضاحي، ومليئه بالايه؟ بالخرفان وبالعجول والبقر والاغنام. وبيقول لي ان عيد الاضحى فيه التقوى فيه الحج. تعالوا بقى كده مع بعض نركز مع بعض. بيقول لي ان في العيد ده فيه الحج. طيب الحج ده ركن من اركان ايه؟ الاسلام. برافو عليك، ركن من اركان الاسلام. هو الركن رقم كام؟ الخامس. برافو عليك، يبقى الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. طيب برضو احنا بنحجه في اي وقت كده ولا بنحجه في شهر ايه؟ في شهر ذي الحجة. في شهر ذي الحجة، يبقى احنا بنحجه في شهر ذي الحجة. يبقى عيد الأضحى هنا بيقول لي ايه؟ فيه التقوى وفيه الحج، لان احنا بنلاقي ان في عيد الأضحى ناس كتير بنلاقوها مسافرة كده بالطائرة. بتروح فين؟ بتروح يا ميس مكة المكرمة. بتروح مكة المكرمة، بتروح تأدي مناسك الايه؟ الحجة عند الكعبة. برافو عليكم. نرجو عفوا يا رباه، يعني اللي بيروحوا الحج بيكون هدفهم ايه؟ انهم بيرجوا عفو ربنا عز وجل، ان ربنا عز وجل يعفو عنهم وايه؟ ويغفر لهم. يبقى تاني هنقرا النشيد. عيد الاضحى ما احلاه، ما اجمله ما ابهى، ياتي دوما في ذي الحجه، حبا فيه لا ننسى، فيه التقوى فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. يلا حبايبي بقى كده نتعرف مع بعض على أسئلة نشيدنا. قبل الأسئلة يلا نتعرف على معاني كلمات النشيد. دوما يعني دائما. دوما يعني
دائما نرجو يعني نتمنى نرجو يعني نتمنى دوما يعني دائما نرجو يعني نتمنى. أحسنت. عفوا مغفرة. عفوا مغفرة. العفو هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. العفو هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. دوما يعني دائما نرجو نتمنى عفوا مغفرة. أكمل النشيد مما بين القوسين. يلا حبايبي كده نشوف الشطار، ركزوا معي. طيب الأول هنقرأ الكلمات ما بين الأقواس. يلا نقرأ الكلمات. ذي الحجة أحلاه عفوا أبهاء ننساه ربه الحج التقوى. زميلتنا قرأت الكلمات ذي الحجة أحلاه عفوا أبهاء ننساه، وبعدين مش ربه، اسمها ايه؟ رباه. اسمها ايه؟ رباه. الحج التقوى. يلا مع بعض كده نقرأ الأبيات ونضع الكلمة الايه الناقصة. عيد الأضحى ما أحلاه. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاء. يأتي دوما في ذي الحج حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى، فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. يلا كده اقرأ النشيد. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاه، يأتي دوما في ذي الحج حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى، فيه الحج، نرجو عفوا. هقوله مرة كمان يا ميس. عيد الأضحى ما أحلاه، ما أجمله ما أبهاه، يأتي دوما في ذي الحجة حبا فيه لا ننساه، فيه التقوى، فيه الحج، نرجو عفوا يا رباه. أحسنتم حبايبي الحلوين، زي ما حفظتوا النشيد كده وقرأناه وإيه وكملنا النشيد. يلا نتعرف مع بعض على السؤال التالي. أكمل زي ما فهمنا النشيد كده، هنعرف نحل الأسئلة. يأتي عيد الأضحى في شهر ذي الحجة. أحسنتم، برافو عليكم. يبقى عيد الأضحى بيأتي في شهر ذي الحجة. السؤال التالي، ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد، يتحدث النشيد عن عيد الفطر. والنشيد يا سنة أولى بيتحدث عن عيد الفطر. إجابة خاطئة. برافو عليكم، إجابة خاطئة. طب عايزين كده نتعلم إن أول ما أقول إجابة خاطئة أسألكم ليه إجابة خاطئة، أما الإجابة الصحيحة وبيتحدث عن عيد الإيه؟ الأضحى. برافو عليكم، ويبقى إحنا كده بنعرف إن إحنا إيه ناس فاهمين وإيه وفاهمين كل حاجة في الدرس، يبقى لأن النشيد بيتحدث عن عيد الأضحى. رقم اثنان، بيقول لي ننسى الفقراء في يوم العيد. هو إحنا بننسى الفقراء في يوم العيد، ولا إحنا واجبنا إن إحنا بنتصدق عليهم وبنعطيهم الزكاة وإيه وكل إيه وكل ما نقدر عليه؟ يبقى إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. رقم ثلاثة، في الإسلام عيد واحد فقط. لو نفتكر أول ما قلتلكوا إحنا عندنا النشيد بتاعنا، قلتلكوا إحنا عندنا كم عيد في الإسلام؟ عيدين. عيدين اسمهم إيه؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى الإجابة عندي إجابة إيه؟ خاطئة. خاطئة، أحسنتم. رقم أربعة، عيد الأضحى يكون في اليوم التالي ليوم عرفة. نفهم السؤال كويس وأوعوا تقولوا إيه يا ميس لأ ده سؤال صعب. يعني إيه اليوم التالي؟ اليوم التالي يعني اليوم الذي بعده. اليوم التالي يعني اليوم الذي إيه بعده. اليوم التالي زي ما باخد في إيه في الرياضيات، يبقى التالي يعني اللي بعده. فبيقول لي إن عيد الأضحى بيكون في اليوم التالي ليوم عرفة، يعني بيكون تاني يوم بعد يوم عرفة. هو مش إحنا يا سنة أولى بنقول إيه قبل العيد؟ بنجيب ملابس، بنقول دي ملابس الإيه؟ ملابس الوقفة يا ميس. ملابس الوقفة اللي هي وقفة إيه؟ وقفة عرفة. برافو عليك، وقفة عرفة. يبقى كده جاوبي لي كده على السؤال. يبقى ميس الإجابة كده صحيحة. برافو عليك، يبقى الإجابة صحيحة إن عيد الأضحى يكون في اليوم التالي ليوم. يلا مع بعض زي ما تعودنا في نهاية كل درس سؤال المتفوقين الشطار. ما اسم الشهر الذي يأتي فيه عيد الأضحى؟ هستنى إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.